رمضان مبارك كريم، وتقبل الله منا جميعا الصلاة والصيام والقيام. صدقوا ناس فكر اللي قالوا سعدك يا فاعل الخير، واللي زرع الخير ونالوا حسن النية والتدبير، حكمة ورسالة واتقان نال الحظوة والتقدير، ولا تشغل بالك وتمان ويهمك في كلام الغير. كيما قالوا ناس فكر الدنيا طويلة والايام ما تكفي، واللي عمل معك الشر يرجع له بالوافي، انا قلبي ديما صافي اما مشومة الكبدة، امي ديما تقول لي وليدي كلام الليل مدهون بالزبدة، منين باش يبدا يوفى ويتجازى على افعاله، واكتم سرك تملك امرك هكا الناس فكري قالوا، بين الغنية والمحتاج لي ما تزيدوا، واحكي له ناس فكريش قالوا بالك كلامهم يفيدوا. وتصير وانتي شد الجرة، انتي لي بلاكسي بعد تكون عيشة مرة، تحب تشيك لي ديك هناني بلاني، مربع يدك وتسأل عالخير شبيه لتو مجاني، ما عندوش يستنى فيها تجيه بلاش، مش كيعيش عمرين على بعضهم يبقى ما عندش، بين عباد ما فماش يقولولو مكبوب السعد، قالولو قومشي بخبيسة قالهم خلي تو با. يا سادة ويا مادة، يدلنا ويدلكم لطريق الخير والشهادة. يحكيوا على امرأة وراجل معرسين عندهم 10 سنين تو، مع الأسف ربي مرزقهمش بالذناء. انتم ما بكم تعرفوا اللي الغارق يكبش في قشة باش يمنع. المرأة قاعدة كي وضربت في مخها، قالت هذو ما 100% الأولياء الصالحين والزويل كلهم هذوما لازم تغشين عليا، وبصفتها تعرف اللي راجلها ما يمنش بالحكاية هذية، وقتها قررت باش تعمل اعتصام، فماش ما راجلها يرجع للثنية. يا ديك حنان حنان، يا ديك
كنا علاش؟ مش على رجلينا، راهو بعيد 50 ولا 60 كيلومتر، راك تتعب مراه. لا 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 لا، اسمع. برا محمود، شيخ الحجينا. هاي نعم. عندها بهي. عرفت هاي؟ مسويين ورجع جينا كنت سلفات. قعدنا كان احنا، برا سلفة من عندي. يا بنتي. مشنا مش ناكلوه راه. اسمع. نسمع بيه. طيب نقول لك شنو نعمل؟ هاي. ناكلوه ونشربوه. هاي. نكبوه. نكبوه هنا. با. يرتاح فتاك. هاي. بعد ما طلع نركب عليه هيك. هاي مسياش تركب انت حدا باي. هاي. هاي. ولا نمشي على رجلي. مسياش. راجلي راجل. والله انا حاشم من انا هذا كيديه وهذا كجديه. وهذيك خدمته وهذا كمين يتعشى. نقول لها تغير بعين. باي 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 تلمش. تلمش يدي يدي قص 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 علي. يبعبين نكره كان نكد. نكره كان نكد. جيت ناكل حاجة حتى نسمع ونكد. يا ديك مالي يا ديك يا رحمة باك يا ديك حليمة حليمة تنمشي أو تنمشي تنمشي تاو تاو تنمشي تنمشي با 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 تنمشي أسم ها هذا راحك أنا ولا كان عطاني اللي بهم نخرج طول مش ما نبطوش عليه الله مبارك ما زلش ذلك أسمع 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 البسبسة بالكذا لما روحك مليح الطريق راو ما تنسيش حتى قطع ذب حتى خط حتى بلوطه لا لا الطريق من يدري ردي بالك هذا روح بالك ما تنسيش الذهبات نمشي سيدي بوكشاش مول الخمار اللهم صلي على النبي سيدي بوكشاش على جايك والله كسلفاتي ما نقتلهم ها يبدو هكا 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 كسلفاتي سيدي بوكشاش حنان هاني جايتك سيدي بوكشاش حنان هاني جايتك والله الدار مع بها ضراوين ضراوين بناوين والله كثر اللهم صل على النبي نسوق حقني حميد سيدي بوكشاش محني يا وسوق يا سيدي بوكشاش حنان اسي محمود الحاج اسي محمود نعم اسي حوالك عايش كامل مرحبا مرحبا وينك انت عايش كامل ما بيكش والله الحمد لله عايش انا جيتك ومعمول كربي مرحبا شال خير حاجتي بك البهيم آه. قلت نسلفة من عندك آه. تنمشي انا والمرأة آه. نزوروا سيدي بوكشاش هاك آه. عارف بس. لا 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 باس ينوبش علينا ربي آه. ينوبش علينا ربي بوليد وبنية كريم ويرحم انا قصدي بركة ربي ربي انا بركة الشيخ ان شاء الله ان شاء الله فقلت تعطينك البهيم نمشوا آه. عليه نعطيك اما ماك تعرف هذاك يدي وسقية وانا نخدم بيه ايه متهني متهني تعمل عليه لا 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 متهني اه متهنى متهني ماكل شارب لاباس انت تو تسبقني الحوش تو نجي نعطيك البهيم والرجلو نعطيك ما لازم وبرك صدر ربي على روحك الله يخليك ماشي هاك فاروق ركب مرته على البهيم حليمه الانانيه وقصده ربي امشي راني عييت راني تعبت يا ربي ان شاء الله ما زالت مسافه كثيره برشا يا ربي اراجل اه أراجل نعم وحني حبلة حبلة عقدت النية كهو ليه ليه ماني قلت لي تعقد النية من هذاك النهار ولاتي حبلة هي ألاك من الماكلة المضيق المضيق واني حبلة وين ومنين آه لا هي مرأة ما زالت تمضى آه تعبت كرشة قالت أني حبلة إيه يا ناري برك كولي برك ديما كولي يهامس نية كاملة هو يكركر في البيم قدام وهي راكبة آه وتنقض وتمرتق وساعات تقول له هاتك القفيفة يبدلها هو القفة تاكل 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 وترجع له القفيفة هديك القفة خنوك الحاجة جعت آه يا ربي حني ها كول هاك شد كول شد كول هاك هو كل خطوة عطيني ناكل كل خطوة عطيني ناكل لا إله إلا الله يا راني تعبت أنا عييت كلات المنى الكل وكيف يجي يكلمها تتغشش وتبدا تبكي وتعيط واحد يولي مسكين يجبد كلمته يخاف تبدا تخرنن عليه وتبدا تقنقن عليه جا رب جا رب يزي بالماكل يزي من المريخ يزي يزي يا حلالي خطوتين ثلاثه اعطيني ناكل اعطيني ناكل هات القفه هات القفه مشينا نزور ولا مشينا نزور ومشينا مشينا ناكلوا باي كول 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 ان شاء الله تكون يعني حريل القراب خلي نرتاح
حسدنا. ما حسوبة شن؟ حسدتني فيها اللقمة. ما حسدتكش. لا إله إلا الله. هاي امشي حنان امشي امشي. هات العلاقة. آه هات جاي العلاقة. حتى العلاقة ما تشديهاش. آه اركبي طاحت وزيدي من ديري العلاقة وأنت راكبة من فوق. صح عليك. هذا هو. امشي يا أخوي امشي امشي. راني تعبت راني فديت. رانا ماشيين نزوروا. جاب ربي سيدي أبو كشاشة وقريب. امشي برك امشي. ار يا أخوي ار. فوق العشر سنين وانا نستنى في الضر وما جتش. ومن عشر سنين جايتني توا؟ خوتي راجلي ما كانش عاقد النية، أما والله عقد. وأنت عاقدة النية معانا؟ عاقدة باي. سيدي أبو كشاشة، سيدي أبو كشاشة حنينة، سيدي أبو كشاشة. هاتي إيدك، عقد النية. نعقدو خالتي سيدي أبو كشاشة حنينة، سيدي أبو كشاشة. شايلي وليلي، شايلي وليلي، شايلي وليلي، شايلي وليلي. في ألف بركة يزي. ويجو هكا صغار. ربي يرزقك على قريب بقدرة ربي. سيدك بوكشاش، سيدك بوكشاش حنين، سيدك بوكشاش حنين، سيدك بوكشاش حنين. شد كان هذا متوا المرة الجاية كي تجيبي صغار جيبي لي عاسي وخمسة لتر زيت. تاخذي تاخذي حنانة تاخذي. بارك الله فيك حنانة وخالتي. سلمي على راجلك وقولوا ديما يعقد النية في سيدك بوكشاش. حاضرة لاله حنانة ولي ربي يبارك. السلام عليكم. أسدي بوكشاش حنان. فضل. قلبي محروق غير نعرس ونتهنى. راهو جايينك بالثنية غير بركة عقد النية. عاقدة عاقدة. كي جيت لسيدي بوكشاش ما تروحيش بلاش. ان شاء الله ان شاء الله نروح في الحنة سعيدة. لاباس. زغلتي. زغلتي. هاي سيدي عملت الزيارة الأولى عند المقدمة وشكت لها بهمها. ودفعت الفلوس هي ورجلها باش ياكلوا من قصعة المقدم. يا الله. أوه. مرحبا بكم. هذا كوستي بن سلام. اي ها جابوا ولاد الحلال. وجابوا ولاد الحلال وقدرة ربي قضيتهم بخذية على كتاب الشيخ. لا ما تخافوش. اسمعني. نعم. لا حاجة. اتفضل. المرأة جت وقابلت المرأة. أيوة. وعقدت النية. وهاني أنا زاد مادة كيدي. أنا عشر سنين. عشر سنين. نسألوا في فرفور. نسألوا في دري. والله لا عندنا من يمتنا حتى شربت ماء ما نقوش من يمتها عليك بالدجاج وعدلوش وبخطط ربي ما تخافوش. تعبنا تعبنا نجيبوا حتى عاس لو مع الزيت والدهن والعسل. الزيت والعسل والدهن. يا سيدك يا سيدك البركه يا سيدك البركه. لاباس لاباس لاباس. انت جاي بيك خليني بديت العيديه. هاي هيك بالضبط. وفات الزيارة ركبوا على كالبهين وتموا راجعين. البهين تعب. اش نقول الشيخ محمود؟ اه وكان يموت لا نجموا ندفنوه لا نجموا نكركروه. البهين مسيكر مدة عداها لا ماكله لا شراب. طاح ما في عينه بلع. يا خيالي يا حلال هلالي بهم الناس. يا حلال هلالي بهم الناس. اشاني تترجعي هنتي. ها سيه ودع البهيم. ها شوف شوف كيفاش ينش على روح. سيه مشى البهيم مشى. يا سي محمود اش قلنا اش عملنا الشيخ محمود. كانك من هي مهمة في حتى شيء. هي قضات قضيتها وفات. أما رجلها هو اللي تعب. هو اللي تشوى شوية كبيرة على كلبين على خاطره أمانة وهوش عارف كيفاش باش يقابل سيد الشيخ. أش نقول الشيخ محمود؟ أش نقول له بيمك مات. الله يرحمه مات مات.
تنقول تنقول يا ربي عمي تنقول. اسمع راجل وقيل حبلنا حبلة هي ان شاء الله في المشي قلتي حبلة في الروح قلتي حبلة يا ربي ثبت يا رب اي في المشي ان شاء الله يا رب يا خناها علاش نلوش ماذا بي على اولاد ولا على بنية ماشينا لقيل حتى شكوني مدينا شربة ماء واش يحس هذا انا حس والله ما اسمع في هذاك الزفيس في راسك انت انا ذاك باكش توحد الرجل وين هو ذاك اللي جاي على الحصان ها والله ظهري الوادي سنترا الوادي بالحرام الوادي والله الوالي بالحرام الوالي ايش تنقولوا له على البهيه ايش تقولوا له او قال لك ممنوع تدفن ما ايش راي ركود باي ايش تقولوا له كل بلاد ورتالها وفي البلاد هذيك ممنوع حد يدفن زينا بسيطيني بسيط 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 يا ربي عني يا ربي عني يا ربي بسيطين اسمع راجل راجل هنا كان جاوس هنا قول له انت مش لنا نحب لا ما يسالش نغرق روحي وما نغرقش مرتي هو اللي كنتوا تدفنوا فيه هوني سيدي بيم الشيخ مات الله يرحمه شيخ ومدفون هوني الوالي ما سمعش بهيم سيد الشيخ اما سمع سيد الشيخ برك فاروق حب يوصل المعلومه اللي وصلت غلطه للوالي حب يقول له اللي راهو لبهيم هو اللي تدفن ماهوش الشيخ وغزرت له مرته وقحرت له زيت نسقعره وخلاف هذا سكتته وسكت تعرف شنو لين عيط عيطة القضاء يا بابا بابا سيدنا سيدنا الوال أبي راهو سيد الشيخ مات توفيه الأجل هني وراح ندفناه وهو على بركة عظيمة وهذاك علاش مش نتنقمه من البلاصة هذا راجل هاو يندب وهاو يبكي ومراه كاشفة وجه على ناس غراب هذا ما يكون كان شيخ عظيم ياسر أي يا سيدي نترحموا عليه آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين اسمعوني أنا مستدعي عند سيدي السلطان كان مشيت وجيت لباس وبخير وفرح بي يا سيدي السلطان باش نعمل لكم زاوية هوني أحسن زاوية في المملكة إن شاء الله تمشي وتجيب الصوار جبت الصوار ربي جبت الصوار صحيح ربي جبت الصوار عندها يا سيدي الشيخ ربي جيب أبو الصوار أمين يا سيدي الشيخ ربي جيب أبو الصوار أمين يا سيدي الشيخ يا سيدي الشيخ الوالي وهو داخل قصر السلطان كان مفجوع وخايف يرعش منه برشا لكن تفاجئ وقت اللي دخل السلطان لقاها فرحان بيه وفرحان بخدماته اللي عملها الكل وقتها تهنى مرحبا بيك والاخبار اللي وصلتني عليك صار ياسر وحتى من الرعية فرحانين بيك ياسر وبالانجازات اللي عملتها ولذاك يا سلطان قررت باش نردك والي الولاد الحاجة الثانية باش نوسموك والحاجة الثالثة والأهم هي باش نرفعولك بالميزانية متاع الولاية متاعك وربي يوفقك سيدنا ربي فضلك لنا يا سيدنا وربي يطول في عمركم يا سيدنا وبعد ما خرج من عند السلطان وهو فرحان باش يطير بالفرحة هذا كله في اعتقاده أنه كلها هذه من بركاتك الشيخ اللي مدفون في الثنية باركتك يا سيدي الشيخ مرحبا مرحبا الوالي وفى بوعده ومن اللي خلط الولاية أعطى أوامره وفي وقت قياسي تبنات الحيوط تعلقت السناجق ولات زاوية تعمل 66 كيف وكثرة الزوار والعايد والذبايح والزرد والكساكس واللحمة قد الرأس والناس تكركر وتجيب غير يرضى علينا سيدي بلودان اش امي اش بيكي ما عادش ثم زوار جمله الخدمه ما عادش ماشيه الكلاصل وزيت قريب يوف وما ثمش زيار جمله وفوق بر يخرج البر يخرج البر حتى انت ديريك ميري خير بر ينتهي
غايتي للناوي وناجي. يا ناجي يا الناوي. جيب البخور والجاوي. يا البخور والجاوي هانا قاعدين. اقعد شكون؟ نايج اقعد. أنا جاي مش نقعد. اقعد. شنو هي الحكايه؟ ايش تم من ثم الزياره؟ شنو هي ايش تم عليه؟ نقول لك ايش تم؟ سحرونا ادويها كمونك حلو شقو ذي. لا ناي نقول لك عين وناي ما تحل اللي هي عين خاطر لك النار. عبد القادر بن الحفناوي قال عك حاله معاكم توكلوا في اللحمه قد هكاي مروش تغف وناي كرشي دارت وراسي يوجع بي. وهب ليكوني انت بر امشي شوف طبيب، هذيك علامه من علامه الحبادة. بر غدوه شوفونا شنو هي الحكايه. لا حنان هذه بركه سيدي بوكشاش ماهيش حباله. هذاك الكسكي بتاع الناس الزيار اللي جايبينه سيدي بوكشاش الكل درت عليه. بعد خذوا عليا اخرجوا عليا شوفونا الحل شنيا. الولي سيدي بوكشاش اللي كان دزني وندزك وارمي المساك يركع فوق الناس توا ولا يزفر فيه الريح وارمي المساك تسمع حسو. اها العالم اش انك اها تيوانك حمد الله تيوانك عندك مده ما شفناكش يا اخي ما عادش تجيني مالا ما وليت نمشي للولية جديدك اللي في الزاوية من غير اوخ مالا ماش باش نقول لك غالك هذاك راه ولي على بركة عظيمة شي لا احكي لك. قالك السيد هذا كريم 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 حتى يوفى الكرم. يا سيدي حتى بعد ما مات كرامته قاعدة تهبط علينا ما شاء الله شي لا بولا يلا. يا سيدي انا ما نكذبش عليك ليلة انا راقدة وهو قف لي في المناء نور ما شاء الله نور يشاع من عينيه راهو نور ما تنجمش تفضلنا في عينيه يا بخي حتى كي يحكي يوشوش هكا يتكلم بسيطة بشوي 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 انت ما مشيتلاش. لا انا مازلت ما مشيتلاش ما نعرفوش شومك شومك ليه نقولك على بركة عظيمة انت برا مشينا فاش تستنى باهي تو ما نعرفوش وين ما ن... تو ندلكني اسمع السيد هذا كانت باش تجينا عاصفة قالك باش تهز يا لطيف اليابس والاخضر يا لطيف الناس كل يا لطيف عمالة وقف عمل يده الاولى هكا والثانية هكا كل شيء وقف مالا تيني يقول لك على بركة عظيمة راني مانيش مفدلك راني كي نحكي عليه لحم يمشي شوك شوك يا ولدي راهو لحم يتفرج يا رسول الله يوزن لحم حتى لا لحم انت من بركاتها وخي من بركاتها يا ماكش فاهم ما عادش مفلتة حتى خميس هاو كان نهار الاربع المنجية ومنيرة وزكية والخانية وبنت عمك صالح النجار وامك العكري تمشي معاك مالا ونحطوا ونمشوا للحمام ديقة بعد ما نغسلوا ونرجلوا مورنا أيوة. ونطهروا باش نمشيو من غدوة كل الخميس نمشيو من الفجاري نمشيو دبة للي نوصلوا بحذا الولي هذا ونقعدوا غادي ايا تو خلينا نمشي نقضي على روحي النهار راح وما تنساش سيدي بولو ذان ميعاده بالخميس هاي بالسلامة خليك سيدي بولو ذان سيدي بولو ذان اتخذت يا شيخ ايش تم قابلت العارم تقعد وقالت هي حالة زاوية قريبة لهنا وين هاي هنا 3 كيلومتر هيك ثم واحدة عندها مدة ما جابتش صغار وبركاته جابت 5 صغار 5 صغار في ضربة واحدة تخي وقت ايش حل واحد عقدني ويخسر ربي شنو الثقلات شنو هي مشى المقدم بوكشاش للزاوية جديدة في باله يستبارك ويزور إذا بيه يتفاجأ بفاروق وحليمة يصولوا ويجولوا ومن غير ما يسأل فاروق سبلوا الصبة وحكى على اللي صار الكل مات في البهيم في الطريق مات البهيم هي؟ احنا نردموا فيه وجاء الوالي اش تعملوا قلنا لا انا باش نقول لبهيم الشيخ ما سمعنيش في كلمة بهيم اسمع كان كلمة الشيخ قال بركات وهذه زاوية وتنا نبنيها انا احنا ما عندنا حتى ذنب باهي نبنوه ولا بزاوية وهاك تشوف الخيرات معناها هذا كل ايش البهيم مدفون هنا هي بهيم شكون سامحتي بهيم الشيخ محمود بهيم الشيخ محمود والله بهيم الشيخ والله بهيم الشيخ والله بهيم الشيخ
ريحش الولي الاخر تاع سيدي بوكشيش هذاك الجحش بتاع سي محمود بو الجحش هذا وهي توا الزاويه هذيك ما تبو فيها جحش فيها جحش والجحش اللي عندكم غالي هذاك بو الجحش اللي عندك هنا سر ما تقول عليه لحد يا ندفنينا مع بعض يا ندفنينا مع بعض واتضح اللي كي سيدي كي جواته هذا دفن بيم والاخر دفن بول بيم وحكايتنا طابا طابا ان شاء الله عم جاي تجينا صعبة صدقوا ناس فكر اللي قالوا سعدك يا فاعل الخير واللي زرع الخير ونالوا تحصن النية والتدبير بحكمة ورصانة واتقال نال الحظ والتقدير ولا تشغل بالك ولي ما تكافي واللي عمل معك الشر يرجع له بالوافي انا قلبي ديما صافي اما مشو مالك بدا امي ديما تقول لي وليدي كلام اللي المدهوب بالزبدة مني باش يبدا يوفى ويتجازى على افعاله وكتم سرك تملك امرك هكا الناس بكري قالوا بين الغنيه والمحتاج اللي ما تزيدوا واحكي له ناس بكري قالوا بالك كلامهم يفيدوا